استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم الفريق الركن الشيخ عبد الله بن نواف الأحمد الصباح نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الكويتي، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع. وخلال اللقاء أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن ارتياحه لما يشهده مسار التعاون بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة من تطور على كافة الأصعدة، منوها سموه بالدور المتميز الذي تطلع به دولة الكويت الشقيقة في دعم جهود التنمية في مملكة البحرين، تجسيدا للروابط والعلاقات الأخوية الصادقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه أعرب الفريق الركن الشيخ عبد الله بن نواف الأحمد الصباح نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الكويتي عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على حسن الاستقبال، مشيدا بالجهود التي يقوم بها سموه من أجل تعزيز علاقات الأخوة والمحبة والتعاون التي تربط بين البلدين الشقيقين، منوها بما يمثله سموه من قيمة خليجية وعربية تتسم بالحكمة في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية، معربا عن تطلعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون البناء والمثمر بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.